بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين، اللهم آمين. اليوم سوف يكون موضوع الفيديو هو تفسير رؤيا الموز في المنام. لرؤيا الموز في المنام تفسيرات متعددة ومختلفة، تختلف هذه التفسيرات حسب الحالة التي يكون فيها الرائي، وكذلك حسب الحالة أو الشكل أو اللون الذي يظهر به الموز في المنام. وفي هذا الفيديو بإذن الله سوف نتناول أهم تفسيرات رؤيا الموز في المنام لابن سيرين، والبدء مع: فمن يرى في منامه شجرة موز فإن تفسير هذه الرؤيا يكون كالآتي: تفسير هذه الرؤيا إن ذلك الشخص الذي رأى في منامه شجرة الموز هو شخص صادق النوايا ويتمتع بعدد من الصفات الجيدة والتي تتمثل في صدق النوايا وقرب الصلة من الله والتدين، والله أعلى وأعلم. أما إذا رأى الشخص في منامه أنه يقوم بزراعة شجرة موز فإن هذه الرؤية من الرؤى المحببة جدا، لأن هذه الرؤية تشير وتدل على أن ذلك الشخص سوف يرزق كثير من الأموال، وأيضا سوف ينجب كثير من الأبناء الذكور، والله أعلى وأعلم. ومن يرى في منامه أن شجر الموز يطرح في بيته فإن هذه الرؤية تدل وتشير إلى أن ذلك الشخص زوجته سوف تنجب له ولدا، وذلك الولد سوف يكون ذكرا، وسوف يكون ولدا صالحا برا بأبيه، والله أعلى وأعلم. أما عن رؤية الموز الأخضر في المنام فإن تفسير تلك الرؤية هو كالآتي: من يرى في منامه الموز الأخضر فإن ذلك له تفسير، وهو إن الشخص الحالم يتصف بالصبر والحكمة، وإنه على علاقة جيدة بربه، ويتبع الطريق الصحيح، ويكسب أمواله عن طريق التجارة الحلال، والله أعلى وأعلم. وأيضا يمكن أن يكون لرؤية الموز الأخضر في المنام تفسير آخر، وهذا التفسير كالآتي: يشير الموز الأخضر في المنام إن الرائي أو صاحب الرؤية هو شخص يتمتع بمكانة عالية في عمله أو في المجتمع، ويكون أيضا معروف بين الناس بالسمعة الطيبة، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا رأى الشخص المريض في منامه إنه يأكل الموز الأخضر فإن هذه الرؤية من الرؤى المبشرة والمحببة، لأن هذه الرؤية تدل على إن ذلك الشخص سوف يشفى من مرضه في القريب العاجل، والله أعلى وأعلم. أما عن تفسير رؤية أكل الموز في المنام فإن هذه الرؤية تشير وتدل على إن صاحب المنام سوف يتمتع بالعمر المديد، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا رأى الشخص في منامه إنه يقوم بشراء الموز فإن هذه الرؤية من الرؤى المحببة، لأنها تدل على ربح التجارة وكسب الأموال، وذلك في حالة إذا كان الرائي تاجر، والله أعلى وأعلم. أما إذا رأى الشخص نفسه يقوم ببيع الموز في المنام فإن هذه الرؤية للأسف من الرؤى غير المحببة، لأن هذه الرؤية تدل على إن الرائي سوف يتعرض لعدد من المحن والأزمات، وإن هناك عدد من الأشخاص حول الرائي يدبرون له المكائد والمصائب. كذلك قد تدل هذه الرؤية على إن الشخص الرائي مفتون بالدنيا ومشغول بها عن الآخرة، وعليه الاعتداد في أمره، والله أعلى وأعلم. ومن يرى في منامه إن شخص متوفي يعطيه موز فإن تفسير هذه الرؤية هو كالآتي: تفسير هذه الرؤية جيد جدا، لأن هذه الرؤية تدل وتشير إلى أن الشخص الرائي سوف تصل إليه في القريب العاجل عدد من الأخبار السارة، وأن الشخص الرائي كذلك سوف يتمتع بالرزق والخير، والله أعلى وأعلم. أما من يرى في منامه أنه يقوم بتوزيع الموز فإن هذا المنام وهذه الرؤية تدل وتشير إلى أن الشخص الرائي هو شخص يتمتع بصفات جيدة، ومن أهم هذه الصفات هي الكرم والعطاء، والله أعلى وأعلم. أما عن تفسيرات رؤية الفتاة العزباء للموز في المنام فهي كالآتي، والبدء مع: فإذا رأت الفتاة العزباء في منامها إنها تقوم بتقديم الموز للضيوف فإن تفسير هذه الرؤية كالآتي: تفسير هذه الرؤية يكون إن هذه الفتاة سوف يتقدم لخطبتها
شاب ميسور الحال ذو خلق طيب والله أعلى وأعلم. أما إذا رأت الفتاة في منامها إنها تأكل الموز وكان طيب الطعم، فإن هذه الرؤية تشير وتدل إلى إن هذه الفتاة سوف يحالفها الحظ في الأيام القادمة والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا رأت الفتاة في منامها إنها تأكل الموز رغما عنها أي ليس بإرادتها، فإن تفسير هذه الرؤية كالآتي: تفسير هذه الرؤية يكون إن هذه الفتاة تفعل أو تقوم ببعض التصرفات، ولكن هذه التصرفات لا تعجب الفتاة، ولكن الفتاة مضطرة للقيام بها حتى ترضي من حولها والله أعلى وأعلم. وإذا كانت الفتاة العزباء فتاة صاحبة علم أي طالبة ورأت في منامها الموز الأصفر، فإن تفسير هذه الرؤية كالآتي: هذه الفتاة سوف تتفوق في دراستها وتحصل على أعلى الدرجات والله أعلى وأعلم. أما عن أشهر تفسيرات ابن سيرين لرؤية السيدة المتزوجة الموز في المنام فهي كالآتي: فإذا رأت السيدة المتزوجة في منامها الموز، فإن هذه الرؤية تشير إلى إن هذه السيدة تتمتع بالاستقرار النفسي والمشاعر الطيبة في زواجها، وكذلك قد تشير هذه الرؤية وتدل على اقتراب موعد حمل هذه السيدة والله أعلى وأعلم. أما إذا رأت السيدة المتزوجة في منامها كثير من ثمار الموز، فإن هذه الرؤية من الرؤى المحببة لأنها تدل وتشير إلى إن هذه السيدة سوف تتمتع بكثير من الخير والرزق والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا رأت السيدة المتزوجة في منامها الموز الفاسد أي غير صالح للأكل، فهذه الرؤية للأسف من الرؤى غير المحببة لأنها تنذر بأن هذه السيدة سوف تقع في كثير من المشكلات والمحن في الأيام القادمة والله أعلى وأعلم. أما عن تفسيرات رؤيا السيدة الحامل للموز في المنام فهي كالآتي: فإذا رأت السيدة الحامل في منامها الموز، فإن هذه الرؤية تعد بمثابة بشارة تدل على إن هذه السيدة سوف تكون ولادتها سهلة والله أعلى. وكذلك إذا رأت السيدة الحامل في منامها إنها تقوم بأكل ثمار الموز، فإن هذه الرؤية من الرؤى الجيدة لأن تشير إلى إن هذه السيدة سوف تتمتع بكثير من الرزق والخير في الأيام القادمة والله أعلى وأعلم. وهكذا نكون قد انتهينا من سرد تفسيرات رؤيا الموز في المنام لابن سيرين. عسى أن نكون قد أفدناكم ولو بالقليل. وفي نهاية الفيديو: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.